تاكسي محافظة واسط النهري أكبر مشروع ترفيهي على ضفاف نهر دجلة وبجوار سدة الكوت في المحافظة. ينفذ المشروع بنظام المشاركة مع قطاع الاستثمار، ويتضمن حدائق ومنتزهات ومطاعم ومراكب لنقل المواطنين لضفتي نهر دجلة. عندنا نسبة أعمال تقريبا بحدود أكثر من 50% أعمال متواصلة إن شاء الله. يضمن الأعمال هذا مرسى، هذا مرسى التاكسي النهري اللي هو هذا مطعم عائم بالجهة اليمنى، هذه مطعم عائم مساحته بحدود 200 متر إن شاء الله خلال أسبوع جاي راح ننزله بالشاط. يضمن حدائق، يضمن نافورات، يضمن ملاعب أطفال، يضمن كافتريات، مقاهي معلقة. المشروع الذي ستنجز أعماله قريبا سيكون أحد المشاريع المهمة لنقل المواطنين في مدينة الكوت بأجور زهيدة، وستتم عملية النقل ضمن محورين، الأول يبدأ من منطقة المسبح قبالة حي الكفاءات وانتهاء بمقدمة سدة الكوت، فيما يكون المحور الثاني من نهاية سدة الكوت وصولا إلى نهاية منطقة أنوار الصدر في الجانب الشرقي للمدينة. وسيمر مسار التاكسي النهري بعدد من محطات الوقوف التي سيتم تزويدها بمنشآت خدمية وترفيهية. العادية كانت الناس تجي تتنزه هنا والعوائل تنزل، ما كان اكو هيك مشروع او بداية مشروع، فالحمد لله اليوم تطور المشروع، صار مشروع حلو راح يكمل، تتغير معالم المحافظة نحو الأحسن، يخدم العوائل، يخدم الناس، لأن محافظتنا تفتقر لهيك مشاريع ترفيهية. القائمون على المشروع أكدوا استمرارية العمل فيه وتقدمهم في خطوات إنجازه، آملين افتتاحه في غضون شهرين. العمل مستمر في مشروع المدرج الخاص النزول إلى المطعم ولا الزوارق ولا الأعمال الترفيهية ومدينة الألعاب ضمن التصاميم. إن شاء الله شهرين أو قبل الشهرين يفتتح المشروع. ومع قرب افتتاح المشروع في محافظة واسط تكون المحافظة ثالث محافظة تشهد العمل بالتاكسي النهري بعد محافظتي بغداد والبصرة.